مشاهد أبوة النبي صلى الله عليه وسلم يوم اجتمع الصحابة وقد أقيمت صلاة الظهر أو العصر ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ففاجأهم النبي قد خرج وقد ارتحل عاتقه بنية صغيرة، قد ارتحلت عاتقه وعصبت رأسه بيديها الصغيرتين. تخيل المشهد، النبي يمشي إلى محرابه والبنية على عاتقه يعني على أكتافه وهي تتفرج عليها وتناظر الصفوف ومستريحة على عاتق أبيها. طيب ليش الرسول خرج والبنية عليه؟ هذا يكشفنا المشهد اللي قبل. المشهد اللي قبل واضح أن النبي كان يلعب مع البنت ويلاطفها، وأن أمها اللي هي زينب كانت موجودة معها، فلما أراد أن يخرج تشبثت به، فبدل ما يقول فكوني منها امسكوها خلوها، لا، أخذها وحملها وخرجوا وياه. فتخيل وش شعور زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترى أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل بنيتها على عاتقه على أكتافه ويخرج يصلي بها أمام الناس، وش شعورها؟ إلى أي سماع رجعت؟ ووقف النبي في محرابه، استووا تراصوا سووا صفوفكم، والبنت وين؟ لا تزال على أكتاف. الله أكبر، والبنت وين؟ على أكتاف. حتى إذا أراد أن يركع وضعه، ثم رفع ثم سجد ثم جلس ثم سجد، فلما أراد أن يقوم رجعها ثاني مرة المكان حتى قضى صلاة. وكان بهذه الطريقة يوجه في نفس الوقت رسالة إلى الأمة العربية التي كانت لا تظهر مشاعر الحب للأطفال ولا تقبلهم. أما البنات يفتح الله ويسهل أنهم يجيبون طاريهم، أما النبي فيخرج ببنت بنته ليصلي بها أمام الناس.